وعودة مشاهدينا مرة أخرى إلى خبر فعاليات ختام التدريب الجوي المصرية السودانية المشترك نسور النيل 2. ينضم إلينا على الهواء مباشرة على الهاتف اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العليا. سيدة اللواء طبعا أرحب بك على الهواء مباشرة. تدريب مهم جدا، السؤال هنا كيف يمكننا قراءة هذه التدريبات المشتركة خاصة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية السودانية من خصوصية بشكل عام، وأيضا في ظل يعني الدفاع المشترك ما بين البلدين بشكل خاص؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. وبالنسبة لهذا الخبر، فاستمرارا للتنسيق والتعاون العسكري المصري السوداني والذي يستند ويرتكز على روابط استراتيجية من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وامتدادا للتدريبات المشتركة بين الجانبين بدءا من مناورات نسور النيل 1 التي امتدت لنحو أسبوع في نوفمبر 2020 الماضي. انتهت اليوم فعاليات التدريب الجوي المشترك نسور النيل بقاعدة مروة الجوية في شمال السودان الشقيق بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة. هذه التدريبات بتتم لتؤكد على حميمية العلاقات المصرية السودانية متعددة الروافد التي ترتبط في الأساس بثوابت جغرافية ووقائع تاريخية، فضلا عن مصالح مشتركة وروابط قديمة مرتكزة وعميقة تستند إلى روابط استراتيجية. ومن الناحية الأمنية، تبرز وتظهر الأمن القومي المصري هو امتداد للأمن القومي السوداني، وكذا الأمن السوداني هو امتداد للأمن القومي المصري. من هذا المنطلق يتم تنفيذ هذه التدريبات المشتركة لتوحيد الفكر والرؤى وتبادل الخبرات والتنسيق والتعاون في حالة طلب أي من البلدين أي أو تواجد أي القوات من البلدين للقيام بأي أعمال على أي من الاتجاهات الاستراتيجية الخاصة بهما، وخاصة عن مناطق البحر الأحمر الاتجاهات الأخرى، التعامل مع بعض العناصر الإرهابية والبؤر الإرهابية، تأمين الحدود بين الدول. يعني هو ده السؤال القادم سيادة اللواء، يعني ذكرتم معايير الأمن القومي المصري في هكذا تدريبات، كيف يعني ينعكس أو تنعكس هذه التدريبات على جهود مكافحة الإرهاب بشكل أساسي؟ هو ده الأساس الحقيقة من كل هذه التدريبات، ليس فقط المصالح التاريخية فقط أو الحقوق التاريخية، ولكن الأهم من ذلك هو تحقيق والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة في مصر والسودان اللذين يعتبران هم يعني بلد واحد في جميع الحالات وفي جميع الظروف. فكما وضحت في البداية أن الأمن القومي المصري والسوداني كل منهما مرتبط بالآخر، والعمق الاستراتيجي لمصر هو السودان والعمق الاستراتيجي للسودان هو مصر. فمن هنا بيتم تنفيذ هذه التدريبات المشتركة حتى يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر وسهولة في الأداء ويسر عندما يتطلب الأمر العمل المشترك بين القوتين. نعم، أيضا سيدة اللواء، يعني العلاقات المصرية السودانية تتمتع بزخم عالي جدا، تتمتع بخصوصية شديدة جدا. السؤال هنا، هذه التدريبات المصرية السودانية، التعاون السوداني المصري فيما لا وصل بالشق العسكري، كيف يمكننا من خلال طبعا هذه التدريبات أن نزكيه، أن نقوم بزيادته في الفترة القادمة؟ يعني هو دائما يعني لما بيجي القدرة أو الكفاءة القتالية بترتكز على مجموعة من النقاط الهامة جدا، منهم التدريب الاستراتيجي والتعبوي والقتالي. عندما تكون هناك تفاهم وتنسيق وتعاون بين القوات التي تنفذ مثل هذه التدريبات، عندما يجب الجد وتحتاج هذه القوات للتعامل والتعاون المشترك لتنفيذ مهام في الداخل أو في الخارج، فإنها ستتعاون بالتأكيد، وستكون مثل هذه التدريبات تأثيرها، لأنها بتتم أساسا على صقل مهارات القادة وإدارة للعمليات، وخاصة العناصر المشاركة سواء كانت قوات جوية أو قوات خاصة أو خلافه. وإحنا شايفين حتى الاهتمام المستوى الحضور
يعني رؤساء أركان حرب كلا الدولتين، قادة الأفرع الرئيسية الموجودين، كبار القادة، وبيدعوا لمثل هذه التدريبات حتى رجال السلك الدبلوماسي والعسكري لحضور مثل هذه التدريبات للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والقدرة القتالية لهذه القوات المشاركة والمشتركة. وده بيؤكد على حاجة مهمة جدا، أن كلا القوتين وكلا الدولتين تسعيان في الأساس إلى الاستقرار والأمن في بلديهما. نعم، عبارة مهمة جدا، الاستقرار في كلا البلدين. سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العليا، أشكرك شكرا جزيلا.